مفيش قرار يتحط في الدولة دي إلا لما الشعب المصري يستفقوه. ومط وشك ييس، أنا بحترمك قوي ييس. لازم الفلوس ترجع لي ولازم حقي يرجع لي، ولكن تحت إدارة وإشراف النواب الشريف، عشان هو اللي قال المشروع ده الرئيس، والرئيس صدق بالمشروع وفتح له ميزانية مفتوحة. ميزانية مفتوحة اللي هو احنا ايه فقراء قوي. السفارة عايزة تحل معايا، قال انا رئيس البلد اهتم بمواطن مصري اشتكى شكوى وبعت لي السفارة يحلوا معايا. شفتوا يا مصريين قد ايه الرئيس بيهتم بكل مواطن مصري عنده شكوى؟ بتظلموه ليه؟ بطلوا ظلم بقى. تاكل غاضز؟ ان انا قبلت في مهرجان القاهره السينمائي الدولي ده كان بالنسبه لي انا مفاجاه، وده بالنسبه لي اكبر جائزه. انا كده اخدت اكبر جائزه في حياتي.